استشهد وجرح عشرات المدنيين إثر قصف جوي مشترك لطيران نظام روسيا استهدف منذ أمس حتى ظهر اليوم مناطق متفرقة في مدينة حلب وريفها. وطال القصف بلدة كفر حمراء شمال حلب، ما تسبب باستشهاد مراسل وكالة شهب بريس الناشط عبد الله غنام إلى جانب خالد راجو أحد عناصر فرق الإسعاف في البلدة. كما استهدف قصف النظام روسيا أحياء عدة داخل مدينة حلب كحي طريق الباب، ما تسبب باستشهاد ثمانية مدنيين وإصابة آخرين. هو مشهد اعتيادي في زمن اعتيادي في منطقة اعتيادية يطالها قصف النظام وروسيا شمال حلب، لكن ما هو غير الاعتيادي رحيل من وثق بكاميرته هذه الصور. عبد الله غنام صاحب العدسة المميزة كما يصفه زملاؤه في وكالة شهب بريس، وأبرز من وثق جرائم النظام وروسيا في الريف الشمالي لحلب، استشهد في قصف على بلدة كفر حمراء. القصف الذي تسبب باستشهاد ثمانية مدنيين آخرين بينهم عنصر من فرق الإسعاف في البلدة وخروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة. أكثر من 200 قذيفة وأكثر من 30 غارة جوية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما طال القصف هذه المنطقة، طال عشرات المناطق الأخرى في الريف الشمالي كحريتان وحيان وعندان ومخيم حندرات والملاح وطريق الكاستيلو، ما تسبب بأضرار مادية واسعة. وغير بعيدا عن الكاستيلو، فقد تعرضت عدة أحياء داخل مدينة حلب لقصف جوي مشترك لطيران النظام وروسيا، ما تسبب باستشهاد 15 مدنيا في حيي الصالحين وطريق الباب. والله العظيم يا حزي ما تسكت لك، والله العظيم ما تسكت لك يا حزي. راح يتلد أولاد برا، راح يتلد ابن عمي، بس والله ما راح تسكت لك يا حزي. إذا بيروها أهل حلب كله راح نضل ضامنين إذا الله يا حزي. وعلى الصعيد العسكري، أعلنت فصائل غرفة عمليات فتح حلب استعادتها السيطرة على نقطة معمل سرحيل بحي الخالدية في مدينة حلب التي استولت عليها قوات النظام منذ يومين. كما وأعلنت الغرفة مقتل عنصرين وتدمير رشاش لقوات النظام في قصف استهدف مواقعها على تلة الشيخ يوسف، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على جبهات الملاح وحندرات والكاستيلو في محاولة للثوار بسط سيطرتهم على الطريق وفك الحصار عن مدينة حلب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا علاء الشريف. علاء، صف لنا الأوضاع في حلب في ظل هذه الهجمة الشرسة. نعم زميل غنى، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، ويوم جمعة مبارك. صراحة زميلة غنى، المشهد ذاته يتكرر في مدينة حلب وأريافها. البارحة الطيران النظامي، الطيران الحربي مرافقا بالطيران الروسي، قصفوا عدة أحياء من مدينة حلب، منها أحياء الميسر والحرابلة ودوار طيدين وطريق الكاستيلو وحلب القديمة، مناطق أثرية في مدينة حلب القديمة، وأيضا بني زيد والخالدية. البارحة واليوم المشهد ذاته يتكرر ولكن بصورة أعنف. القصف الجوي مستمر وحتى هذه اللحظة طائرات النظام يسمع دويها في سماء مدينة حلب. هذا بالنسبة للداخل الحلبي، وقوع عدد من الشهداء والجرحى في مناطق مختلفة في مدينة حلب، ومنها أيضا منطقة المرجى ظهر البارحة. أما بالنسبة لأوضاع الريف مدينة حلب وتحديدا كفر حمراء، نعم، يعني ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول قصف بلدة كفر حمراء تحديدا، وإلى أين اتجه النازحون منها؟ صراحة زميلة غنى، مدينة كفر حمراء الآن هي مدينة منكوبة، المدينة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة. أقول وأصف لك ولجميع السادة المشاهدين، بخلال أقل من 4 ساعات أكثر من 250 قذيفة و40 غارة جوية وأكثر من 25 برميلا متفجرا أدوا إلى تسمية المدينة مدينة منكوبة. الحصيلة الأولية للقصف كانت في الدقائق الأولية، ولا أقول في الساعات الأولية، 11 شهيدا وأكثر من 40 مصابا قاموا بنقلهم إلى مشفى كفر حمراء الوحيد في المدينة. ولكن بعد دقائق من القصف واستمر القصف، استهدف القصف هذه المشفى الوحيد وأدى إلى تدمير المشفى بشكل كامل، وأدى إلى استشهاد عدد من العاملين ضمن الكادر الطبي في المشفى،
وأيضا أدى إلى خروج المشفى عن العمل. نعم. طيب علاء، بالنسبة للتطورات المعارك، ما هي آخر تطورات على جبهات حلب؟ نعم زميلة غنى، ولكن أود أن أقول لك بأن تكملة بالنسبة لكفر حمراء، النازحون الآن مدينة كفر حمراء مدينة منكوبة، والنازحون اتجهوا إلى مناطق ريف إدلب وإلى بلدات قريبة من كفر حمراء، منها قرية عنادان، رغم القصف المتكرر، ولكن يوجد عدد من المدنيين ما زالوا صامدين في تلك المدينة. أما بالنسبة لأخبار الجبهات، صراحة ما زال طريق الكاستيلو شريان حلب الوحيد الذي في داخله، داخل المنطقة التي في الطرف لمدينة حلب المحرر، أكثر من 400 ألف مدني ما زالوا محاصرين ناريا، أقول ناريا، ما زال الثوار يسيطرون على طريق الكاستيلو، ما زالوا مثبتين أقدامهم على طريق الكاستيلو، ولكن قوات النظام تقوم بقطع هذا الطريق ناريا. هذا بالنسبة لطريق الكاستيلو ومعارك كروفر بين قوات النظام وميليشياته وبين الثوار، ولكن بإذن الله سنسمع أخبارا قريبا. أما بالنسبة للطرف الثاني، فقوات نظام وكل يوم تحاول الاقتحام من جبهة بني زيد ومحاولة التقدم على نقاط الثوار، ولكن والله الحمد حتى هذا وفي فجر هذا اليوم قامت قوات النظام مدعومة بالميليشيات الطائفية بمحاولة التقدم على جبهة بني زيد وأخذ عدة نقاط من الثوار، ولكن ولله الحمد الثوار تصدوا لهم وقاموا بإرجاعهم إلى خطوط نارهم الخلفية. نعم، أشكرك علاء الشريف مراسلنا من حلب.